معنا مباشرة المستشار القانوني فراس الخزعلي. أهلا بك سيد فراس. يعني بحسب قانون الادعاء تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء تتولى الإشراف على مكاتب الادعاء العام المالية والإدارية في دوائر الدولة، لماذا لم يطبق ذلك وذهب عبد المهدي إلى المفتشين العمومين؟ تفضل. نعم، تحية لحضرتك ولمشاهديكم الكرام. هذا سؤال جيد جدا. احنا صدر عندنا قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017. هذا القانون استحدث دائرة جديدة في كل وزارة اللي هي دائرة المدعي العام المالي والإداري، وأيضا استحدث دائرة في مقر رئاسة الادعاء العام اللي هو دائرة المدعي العام المالي والإداري، اللي في المدعي العام يشترط مدعي عام يديرها متقل خدمته عن 15 سنة، واللي بكل وزارة وهيئة مستقلة لازم تكون عنده خدمة 10 سنوات. هذا القانون اللي فاجئنا لليوم من 2017 إلى يومنا هذا هو لم يطبق لا من السلطة القضائية، من الادعاء العام نفسه اللي هو جزء من السلطة القضائية، ولم يراقب تنفيذه من قبل مجلس النواب. الجميع ساكتون عن عدم تطبيق قانون الادعاء العام لعام 2017. قانون الادعاء العام ل 2017 ألغى بموجبه قانون الادعاء العام لعام 1979. الغريب بالموضوع أنه اليوم لحد الآن محاكمنا تطبق قانون سنة 1979 ولا تطبق قانون الادعاء العام الذي صدر مؤخرا بال 2017. والمستغرب أكثر أنه هذا القانون مال الادعاء العام ألغى بموجبه ضمنا قانون المفتشون العموميون اللي هو مو ما يرتقي إلى مسألة قانون صادر من مجلس نواب يمثل إرادة الشعب العراقي باعتبار السادة أعضاء مجلس النواب هم الممثلين عن الشعب العراقي، الممثلين الدستوريين عن الشعب العراقي. ليش؟ لأنه هذا القانون ألغى بموجبة يعني الجهات الإدارية، التحقيق الإداري بما يخص ملفات الفساد في الوزارات أدخلها ضمن مسؤولية المدعي العام في كل وزارة وجهة مستقلة. بالتالي يعني الكثير من الخروقات، الكثير من الخروقات بحسب القوانين الأخيرة التي أقرها مجلس يعني مكتب رئيس الوزراء. طيب قانون البنك المركزي ينص على استقلال البنك المركزي، كيف يستحدث في مكتب مفتش عام تابع للحكومة؟ يعني هذا مو خرق واضح للقانون؟ نعم، احنا بس خليني اوضح مساله انه المفتشين العموميون اللي اوجدهم واللي استحدثهم هو بريمر. نعم، وقانون البنك المركزي ايضا من امر بريمر، واثنينات متقاربات. يعني قانون البنك المركزي هو رقمه 56 وقانون المفتشين العموميين رقمه 57، وهذان اوامر سلطه الائتلاف اللي كان يتراسها بريمر. المادة الثانية اللي من قانون البنك المركزي تنص انه البنك المركزي هو جهة مالية مستقلة تماما ولا يجوز التدخل بها من قبل اي طرف من اطراف الحكومة. طيب هذا خرق اكبر من كل الخطوات الاخرى. نعم، باعتبار انه يمس المال العام العراقي، يمس اهم مؤسسة مالية اللي هو البنك المركزي العراقي. لكن احنا سؤالنا اليوم احنا كفترة قريبة مجلس النواب صدر قرار من حيث المبدأ بإلغاء المفتشين العموميين، يجينا رئيس الوزراء في هذه العطلة التشريعية يصدر لنا قرار منفرد لم يعرض على مجلس النواب للمصادقة عليهم، خلى مجموعة أسماء هذول يكونون مفتشين أستاذ عموميين. يعني استحدث أجي وياك من آخر ما ذكرته أنه استغل عدم وجود مجلس النواب وأيضا العطلة التشريعية، لكن هنالك الكثير من يضع علامات استفهام على إصدار الأمر الديواني بشكل سري، خاصة أن الأمر تضمن تعيين مناصب بدرجات خاصة، وفضلا عن أن الأمر صدر ضمن العطلة التشريعية للبرلمان. من رأيي القانوني هذا كل ما إلى كل قيمة قانونية، سواء استغل العطلة التشريعية، يعني شنو ما راح يرجع البرلمان للعمل التشريعي؟ ممكن يلغي، هي عطلة وراح يرجعون. مو راح يرجعون، ممكن أنه بقانون صغير بس يتفقون أعضاء مجلس النواب على إلغاء قانون المفتشين العموميين ويذهب أدراج الرياح وانتهى الموضوع. أنا ما أعرف رئيس الوزراء هل هذا انتحار قانوني، انتحار سياسي؟ إذا تجي للدستور المادة 80 من الدستور الفقرة 5 بالتحديد قالت أنه المناصب العليا
الحكومة تقدم توصية بأسماء معين بأسماء معينة لمجلس النواب للمصادقة عليه. تجين القانون المفتشين العمومين مال بريمر نفسه يقول المفتشين العمومين يصادق عليهم من هم مجلس النواب. تجين إلى صلاحيات مجلس النواب بالمادة 61 تلقين نفس الكلام. طيب يعني اليوم هذا الموضوع اليوم اللي قام به رئيس الوزراء هذا ليس من صلاحيته. أليس من صلاحيات مجلس النواب؟ فكيف لا صلاحيته لا صلاحيته الدستورية ولا صلاحيته في قانون المفتشين العموميين ولا صلاحيته من ناحية النظام البرلماني بشكل عام. اليوم العراق هو نظام برلماني يا أخي، يعني رئيس الوزراء أنت قدامك برلمان لو مجموعة موظفين يمك، على مدى أفتهم مجلس النواب يجب أن يقف موقف شديد بعد العطلة التشريعية من هذا القرار، وعليه ممكن لم يستجب رئيس الوزراء للرجوع ويبقى القانون يعني لا 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 على ما هو عليه. أنا من خلال استقرائي للبيانات اللي صدرت من مجموعة من السادة النواب وهم من كتل مختلفة، مثلا كتلة السائرون الحكمة، حتى بالنسبة للسيد الجبوري، كثير كثير من المعترضين السيدة عالية نصيف من جهة أيضا كدولة قانون. يعني من تجين تشوفين النواب اللي اعترضوا على هذا الموضوع ومن من مختلف مختلفة إذن نعم. من كتل مختلفة، إذن سيلاقي رئيس الوزراء رد قوي جدا. طيب هذا وزارة التخطيط بعد العطلة التشريعية فراس، نعم وزارة التخطيط لم تضع في خطتها لعام 2019 استحداث دوائر جديدة تكلف الخزينة مبالغ طائلة، كيف يمكن التعاطي مع هذا الأمر قانونيا؟ هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. اليوم الحكومة العراقية في هذا القرار أثبتت أنها لا تتعامل كمؤسسات وإنما رأي أشخاص، هذا رأي السيد عادل عبد المهدي ومن أشار عليه بهذا الأمر. لأن لو كنا نعمل كدولة مؤسسات، اليوم أنت استحدثت 7 مكاتب مفتشين جديدين، خليت مكتب مفتش عام بالحشد، خليت بالأمن الوطني، خليت بمفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان. طيب يا سيد عادل عبد المهدي، هذول ما راح يكلفون الدولة فلوس؟ لما يصير مقترح قانون في مجلس النواب وهذا القانون بجنبة مالية، تقوم الدنيا ولا تقعد على مجلس النواب من قبل الحكومة أنه أنتم مو من حقكم تشرعون قانون لأنه راح يثقل الموازنة العامة. طيب اليوم أنت بقرار جرت قلم جبت لي 7 مكاتب مفتشين عموميين جديدين ودورت آخرين انطيتهم 5 سنوات جديدة، ما قلت أنه أكو عندي وزارة تخطيط خلت لي يا أنه هذا في جدولي مال 2019. طيب سيد فراس، قانون موازنة سيد عامة مال 2019 هناك مشاكل أخرى في هذا الملف، فلم يعرض الأمر على هيئة النزاهة ولا القضاء ولا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أبداً. كما هذا الموضوع لم ينص قانون الحج الشعبي مثلاً به على مكتب مفتشية بداخله. نعم، قانون الحشد الشعبي خلا من أي نص ينص على أن هيئة الحشد الشعبي يجب أن يشكل من ضمنها مكتب مفتش عام باعتباره قانون جديد أصلاً. اثنين، بالنسبة لهذا العمل أنه هيئة النزاهة والسلطة القضائية لم يؤخذ رأيها نهائياً. إحنا اليوم خلينا ننطي المسؤولية للإدعاء العام، الإدعاء العام بموجب قانونه هو الذي يجري التحقيقات بخصوص الفساد المالي والإداري، بما معناه أفرغ المسؤوليات والمهمات والواجبات التي تقع على عاتق المفتشين العموميين. يعني إحنا بعد إيش نسوي بمفتشين عموميين؟ إلغوهم، جيبوا مدعين عامين موجودين بالادعاء العام، وهذولا يعني اشترط أنه يكون قديم 10 سنين بالوزارة و15 سنة بمقر الادعاء العام، وهذا راتبه موجود على ميزانية السلطة القضائية، يعني ما راح يكلفنا تكلفة جديدة. المدعي العام من أجيبه أقعد بكل وزارة وبكل هيئة مستقلة ما راح يكلفني فلوس جديدة، هو مدعي عام ده يأخذ من الدولة العراقية راتب من ميزانية السلطة القضائية. ده تجيب لي مفتشين عامين على هواك الشخصي بدون إرادة الشعب العراقي، شلون إرادة الشعب العراقي؟ اليوم من يمثل إرادة الشعب العراقي مجلس النواب، إحنا كشعب انتخبنا مجلس النواب، مجلس النواب من أتى بعادل عبد المهدي، نعم. مجلس النواب ممكن من تضرير ممكن من بعد العطلة التشريعية كما ذكرت سيد فراس يستجوب. ممكن بعد العطلة التشريعية عذرا لضيق الوقت، ممكن بعد العطلة التشريعية نحن في نشرة أخبار رئيس الوزراء عن هذا الموضوع. نعم، شكرا لك المستشار القانوني فراس الخزعلي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.